السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو اللي معانا النهاردة، وزي ما احنا ما متعودين، أرجو اشتراك للقناة ونفعل زر الجرس، ندوس لايك للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد من القناة، قناة توتي نيوز. وتعالوا بينا نشوف الخبر اللي معانا بيقول ايه. عصام الحضري يعني خطوبة ابنته شهندة. أعلن الكابتن عصام الحضري خطوبة ابنته شهندة اليوم، حيث هنأها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي وسط العديد من التهاني من جمهوره ومتابعيه. وكتب عصام الحضري عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: حبيبتي شهندة، أول فرحتي، كبرت وبقت عروسة، وألف مبروك يا حبيبتي حبيبة بابا، ربنا يكمل فرحتك على خير يا رب، ومبروك عليك شهندة يا عمر. وبكده يكون خلص الخبر اللي معانا، خبر إعلان عصام الحضري خطوبة ابنته شهندة. وأرجو اشتراك للقناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد من القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.